السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على الكريم ده. ده كريم طبي مرطب اسمه سيتروبانتين. الكريم ده كريم طبي مرطب للبشرة وحالات اي التهابات في البشرة من حروق الشمس، التهابات من العرق. الكريم ده اصلا كريم للرضع والاطفال، فهو كريم امن تماما ان انت تستخدميه ليكي او لولادك. حلو قوي في الترطيب. هكلمكم عنه، هكلمكم عن الفرق بين السيتروبانتين وبين الكريم ده اللي هو البانسينول. بصوا انا مخلصاه لان طبعا بحبه جدا الكريم ده. هقول لكم الفرق بين السيتروبانتين والبانسينول والكربميد. كل واحد من دول مرطب جد قوي جدا، فهقول لكم ايه اللي يفرق بينهم. نتكلم اول حاجه على السيتروبانتين. الكريم ده كريم مرطب ومهدئ للبشرة من اي حروق او التهابات، اي حروق نتيجة الشمس او التهابات او احمرار في البشرة. هقرأ لكم النشرة اللي جواه. الكريم ده طبعا امن تماما، هو بيستخدم للرضع والاطفال علشان الالتهابات، فهو طبعا تستخدميه بامان، يعني ما تقلقيش منه. بيباع في صيدلية الكريم ده عشان هو كريم طبي. يحتوي على بنسينول واكسيد زنك. مكتوب اهو عليه ان هو كمان فيه جليسرين ودايمسيكون، يعني مكونات مرطبه. وهو مرطب في حالات حروق الشمس، بيطر الجلد في حاله الاشف والتشققات الجلديه، وفي حاله الاطفال الرضع فهو يساعد على منع الاحمرار، احمرار الجلد الناتج عن التبول. في الصيف يساعد على منع احمرار الجلد الناتج عن العرق، يلين ثنايا الجلد فيقلل من الاحتكاك. هو امن تماما عشان زي ما انتوا شفتوا هو للرضع. هو فيه اكسيد الزنك، والزنك طبعا بيهدي جدا اي التهابات او اي حروق نتيجه الشمس، نتيجه عرق، نتيجه اي مشاكل في البشره، فبيرطب البشره ويهدي الالتهابات دي. اجمل حاجة في الكريم ده كمان ان هو ريحته ملوش ريحة عطرية، فما بيعملش اي حساسية في عينك ولا بشرتك، يعني ما بيعملش حساسية ابدا. الكريم ده مناسب جدا للبشرة العادية والبشرة الدهنية، لان هو ملوش ملمس دهني ويعني خفيف على البشرة. واهم حاجة ان البشرة بتمتصه على طول، يعني انت بتحطيه بتلاقي بشرتك امتصته فورا. طبعا كمان البشرة الجافة زي بشرتي كده هتحبيه جدا، لان هو رغم ان هو خفيف وبيمتص بسهولة كده ما بيسيبش ملمس دهني، فهو كمان بيرطب البشرة بشكل عميق جدا وما بيعملش حساسية ابدا في البشرة، فهتحبيه اوي. لو بشرتك جافة كمان وحساسة هتحبيه جدا. الكريم ده حلو للاطفال بالذات بقى في المصايف كمان، او لو طالعين من البسين، اي تعرض بقى للشمس في الشمس. للاطفال الصغيرين بتلاقي هتطلع لهم بقع حمراء او في التهابات كده في جسمهم، تدهني لهم بقى من الكريم ده، بيضيع الالتهابات على طول. اي التهابات بالذات من نتيجة الشمس هيضيع الالتهابات على طول. ده كريم جايباه من الصيدلية، سعره 30 جنيه. اهو اسمه سيتروبانتين، جميل جدا ترطيب البشرة والالتهابات الناتجة عن الشمس، حلو جدا. طبعا الكريم ده انت لو هتستخدميه ممكن تستخدميه، لو عايزة تستخدميه قبل المكياج ممتاز، لان هو بيسيب البشرة ناعمة جدا جدا. دي اكتر حاجة عجبتني فيه كمان، ان هو بيخلي البشرة ناعمة جدا، ولو فيها اي تحسس من اي حاجة هيضيع هو الحساسية دي خالص. فانت قبل المكياج هتحطيه، بس طبعا لو هتخرجي الصبح بتحطي المرطب ده وتحطي عليه واقي الشمس بتاعك، يعني الاول المرطب البشرة سواء ده او اي مرطب تاني انت عايزاه، وفوقه الواقي الشمس. اوعي تنسي واقي الشمس بتاع الصبح ده قبل ما تخرجي الصبح، علشان الشمس صعبة جدا وممكن بعد كده تلاقي حصل لك بقع ومشاكل من الشمس، ما تهمليش موضوع واقي الشمس ده ابدا. لو بالليل عادي خلاص طبعا هتستخدميه هو عادي قبل المكياج، مش هتحطي بقى واقي شمس ولا حاجة، وتستخدمي مكياجك مثلا العادي بقى عليه، بيدي شكل جميل جدا للمكياج، لان هو بينعم البشرة جدا وبشرتك بتمتصه في ثواني. يعني انت بتحطيه وتستني بس دقيقتين كده او يمكن دقيقة كمان، لان هو بيمتص زي ما قلتلك بسهولة وجدا بشرتك بتمتص، وتلاقي بشرتك بان عليها كده النعومة جدا، فهو عجبني جدا في كده. فالكريم ده حلو جدا سيتروبانتين ده، جربيه كمان لترطيب الايدين والرجلين، اي مكان انت عايزه ترطبيه
حلو جدا لان ترطيبه سهل وبيسيب البشره بالذات في الصيف ما تبقيش عايزه حاجه تقيله، عايزه حاجه خفيفه وبشرتك تمتصها بسهوله لان الجو حر، فهو ما بيلزقش خالص ما بيسيبش اي ملمس زي الكريمات التقيله ولا الكلام ده، لا هو بشرتك بتمتصه على طول، ففي الحر مناسب جدا، حلو عجبني جدا لان هو كانك ما حطيتيش حاجه فعشان كده هو حلو. فانتي لو ما عندكيش الكريم ده خليه معاكي لانه هينفعك انتي وولادك بالذات في موضوع اي التهابات بتحصل لهم نتيجة بقى الشمس والحروق والكلام ده، هينفعك جدا الكريم ده معاهم اللي هو سيتروبانتين ده، وهينفعك انتي كمان جدا لبشرتك كمرطب وكمان قبل المكياج، ولو مش عايزة تحطي مكياج هو حلو جدا، وقبل كمان وقي الشمس بيحطي منه برضو حلو لانه هيخلي شكل بشرتك ناعم جدا وحلو قوي. فكريم سيتروبانتين ده عجبني جدا جربيه. البانسينول بقى ده مرطب قوي جدا للبشرة بس هيناسب اكتر البشرة الجافة لان هو مرطب زي ما قلت لكم قوي جدا بيرطب البشرة جدا، وكريم طبي برضو ملوش اي ريحة. يختلف عن السيتروبانتين في ان هو اتقل منه ويناسب البشرة الجافة شوية اكتر من السيتروبانتين يناسب البشرة الدهنية والبشرة العادية، لكن ده مناسب اكتر للبشرة الجافة والبشرة العادية برضو لان هو مرطب قوي وتقيل، وانا ما فيش غنى عنه بصراحة، انا بحبه جدا المرطب ده لان هو اجمل ميزة فيه برضو البانسينول ده انه ما بيعملش اي حساسية في البشرة خالص بالنسبة للبشرة الجافة الحساسة، فانا حبيته جدا ودايما بجيبه، وبجيب العبوة الكبيرة دي لان انا بحب ترطيبه جدا، وكمان لترطيب الايدين برضو ممتاز ورائع، وريحته لطيفة ملوش ريحة عطر ولا حاجة، وريحته جميلة جدا، يعني بالنسبة للبشرة الجافة الحساسة ريحته مش هتتعبك ولا هتضايقك، لان اي كريم بيكون فيه عطر جامد قوي بيعمل حساسية وبقع في البشرة وكده، لكن طبعا الكريمات الطبية دي بيكونوا مراعيين فيها الموضوع ده بتاع حساسية الجلد، فده برضو مرطب حلو قوي، بس ده عايز بشرة تكون مايلة ان هي تكون جافة او بشرة جافة جافة وحساسة، لكن السيتروبانتين ينفع البشرة زي ما قلت لكم العادية والبشرة الدهنية. طيب الكربميت برضو، الكربميت ده مرطب قوي جدا جدا للتشققات والجلد الوزة، برضو هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس عشان اللي عايز يشوف الفيديو ده، برضو مرطب قوي جدا بس ده للجسم بقى مش للبشرة، ده ما يتحطش على الوش، ده مرطب قوي للكوعين للكعبين الركب، يعني حلو قوي في كده برضو، انا مخلصاه لان انا بحب الكريمات المرطبه دي، بحب جدا موضوع ترطيب الكعبين والكوعين بيبقى حلو على طول، ما تستنيش بقى لما تلاقي رجلك خشنت ايديك خشنت الكلام ده، لا حلو ان انت تهتمي قبل ما يحصل المشكله تكوني تهتمي ببشرتك، خصوصا لو انت ايدك على طول بقى في البيت بترهقي ايديكي وجلدك وبشرتك بمنظفات وكده، فحلو ان انت تهتمي ببشرتك قبل ما يحصل فيها اي مشاكل. فكريم كربميت ده من الحاجات الجميلة الطبية برضو لعلاج اي تشققات او خشونة في البشرة، بشرة الجسم مش بشرة الوش، الوش لا خالص ده ما يتحطش على الوش، ده عايز الكعب او الرجلين او بشرة الجسم عموما، مرطب حلو قوي. فده كان الفرق بين الثلاث انواع دول من الكريمات، السيتروبانتين والبانسينول والكربميد، التلات انواع دول كريمات طبية بيتباعوا في الصيدلية، الكربميد ده ب9 جنيه، لكن البانسينول سعره حوالي 20 جنيه مش فاكرة سعره، وده ب30 اللي هو سيتروبانتين ده، جميلة جدا الكريمات دي زي ما قلت لكم، ده للبشرة العادية والبشرة الدهنية والبشرة الجافة برضو هتحبه جدا جدا، ده للبشرة الجافة اكتر، والكربميت ده لبشرة الجسم حلو جدا للتشققات وجلد الوزة اللي بيكون في الرجلين ده حلو قوي قوي، بتعملي بيه بشرتك ممتاز. ده الفرق بين الكريمات الطبية دي والسيتروبانتين والبانسينول والكربميت، وان شاء الله يا رب اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على الانستجرام، وميرسي ليكم، باي باي.